احمد جلال ابراهيم بيمضيها. تاني اللي احمد جلال ابراهيم ايه بيمضيها. ومعلومه كده على الماشي، رئيس مجلس اداره نادي الزمالك السيد الاستاذ المحترم المستشار الجليل رجل الدوله عضو مجلس الشعب مرتضى احمد محمد منصور ابو العيله ما بيمضيش على ورقه من ساعه ما دخل النادي لغايه النهارده. سين سؤال ليه؟ ده في على الماشي على السريع كده، بس مش موضوعنا ده. خليني في موضوع الاساسي العمال. اجتمع بالادارات وقال ايه للادارات؟ انا عايز تقرير مفصل عن كل اللي بيتكلم، عن كل اللي بيقول رايه، عن كل اللي بيعارض، عن كل اللي مش عاجبه عشان يمشي. لا لا، اذا كانت الدوله المصريه ما بتعملش فيها كده، هتعمل انت كده جوه نادي الزمالك؟ تكميم افواه، قطع لسنه، تهديد بالارزاق، ديكتاتوريه. ما انا قلت لك ده كده شغل فراعنه، ده كده شغل ايه؟ ده كده شغل فراعنه، ده شغل تجبر وتكبر. هي الناس علشان بقالها شهرين، شهرين يناير وفبراير ما قبضوش، وبيقولوا لك عشان خاطرنا عايزين ناكل عيالنا شهرين. هي الناس عشان بتطالب بحقها يا جماعه هيبقوا اخوان؟ طب طالما هم اخوان، امال انت معينهم ليه في نادي الزمالك؟ طالما اخوان بتعينهم ليه في نادي الزمالك؟ مش انت صاحب قرار تعينهم في نادي الزمالك، بتعين ليه الاخوان في نادي الزمالك؟ طب ما انت كنت المحامي بتاع حازم صلاح ابو اسماعيل، وقفت في المحكمه قدام شفيق واسمه ايه ده؟ والله يرحمه عمر سليمان. كنت انت ساعتها مليتك ايه؟ كان جنسك ايه؟ كنت سلفي؟ ولا كنت اخوان؟ ولا كنت مبارك؟ كنت ايه بالظبط ساعتها؟ انت طالع النهارده بعد الوقفه اللي اتعملت لك دي بتصدر ايه للدوله؟ بتصدر ان كان في مؤامره اتعملت عليك وانت وقتها، وكان هيحصل فوتينه في البلد بسبب الاربعه دول؟ هو انت ما بتعترفش خالص خالص ان انت غلطان؟ هي الناس دي ما خرجتش عليك؟ هي الوقفة بتاعت النهاردة دي ما كانتش ضدك في النادي اللي انت مسؤول عنه؟ طب ما الناس مشيت، هي الناس طلعت قالت لك ايه؟ هي الناس طلعت اتكلمت في السياسة؟ هي الناس طلعت اتكلمت في الدين؟ هي كلام الناس طلعت اتكلمت في احداث؟ الناس طلعت اتكلمت في كلمتين. ادفع بقى يا عم، خلي عندك دم. طلعوا من هدومهم يا اخي، وهم شايفينك بتوزع الملايين يمين وبتنطورها شمال. فما ينفعش بدل ما تاخد الناس ديت في حضنك وتطبطب على الغلبان منهم، ان انت تطلع تقلب الموضوع وتصدر المشهد للدولة ان دول اخوان، وان دول كانوا عاوزين يعملوا وقفة احتجاجية عندك على المحور، وان دول ممولين هم كمان. هو طالما ممدوح عباس والعتال واحمد سليمان ومصطفى عبد الخالق، طالما الناس دي جامدين قوي كده، امال انت لسه ليه قاعد في نادي الزمالك لغاية دلوقتي؟ هما لو جامدين قوي كده وعندهم الامكانيات الجبارة دي، ما كان زمانهم خلصوا عليك انتخابيا من زمان، او كان زمانهم مشوك من زمان. انت كل شوية تقعد تصدر للناس مشهد غير الحقيقة. مش قادر ومش هتقدر، لا انت قادر ولا انت هتقدر تطلع من عباية المحامي القادر على خلط الامور والاوراق وتزييف الحقائق وجعل الظالم مظلوم والمظلوم ظالم. مش هتقدر تطلع بره العبايه دي، لان انت فكرك ده مسيطر عليك بقالك عشرات السنين. فمش من يوم وليله هتقلب نفسك تبقى حسن حلمي او صالح سليم او الخطيب او القيم والقامات الكبيره في اداره كره القدم والرياضه في مصر.
وانا قلت لك هذا الكلام قبل كده، ربنا سبحانه وتعالى ما بيديش الناس كل حاجة. انت موهوب في الحتة دي، سمى حاكم نيابات خلط امور بس. انما ادارة كورة، ادارة محترفة في الكورة، ادارة محترمة، ادارة محترمة للكورة ما جاتش. غياب انباء جات لي عن انك اخدت قرار بفصل 120 عامل من عمال نادي الزمالك، وانا بحذرك وبقول لك اياك وظلم الناس، اياك وقطع عيش الناس. الناس ما غلطتش معاك يا مرتضى، العمال الغلابة في نادي الزمالك ما غلطوش معاك يا مرتضى، ما عملولكش حاجة يا مرتضى. الناس قاعدين شهرين ما بيقبضوش وشغالين زي الألف في النادي. الناس ديت ليها حقوق وجم قالوا لك احنا عاوزين حقنا. الناس دي ما غلطوش معاك علشان مجموعة وقفت تجيبهم وتصورهم وتاخد بيهم قرارات رفض. خلي بالك، خلي بالك في ربنا، ان كنت نسيته انا بفكرك بيه. الناس دي لا تملك قوت يومها علشان تيجي تدوس عليها. روح يا اخي دوس على اللي قدك، روح يا اخي افرض عضلاتك على اللي قدك، روح على اللي معاه اللي واقف لك وروح، ده انت دوس عليه، ده هو ده. انما الغلبان مالكش دعوه بيه، الغلبان ده مرتضى حبيب ربنا، وانت مش قد ربنا، انت مش قد ربنا. انت ممكن تكون الدوله كلها معاك دلوقت، انما في ثانيه، في ثانيه يا مرتضى يا منصور هتلاقي نفسك بتصحى. ما هو ربك؟ ما هو دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ بقولها لك تاني، العيال بتوع السوشيال ميديا اللي عندك، واقول له الحته دي ما تكتبهولاش، ما تاذوهوش. العيال اللي بتجمع لك كل صغيره بيقول لك تامر طالع في كذا والحق وبتاع ومش عارف ايه وكلم وما يطلعش وما ينزلش وما يروحش وما يجي، واقول له الحته دي اقطعوها له كده كليبان. انتوا عندكم ما شاء الله شقق وعمارات وبتاع، عندكم يعني حاجات سوشيال ميديا ما شاء الله. فانا بقول لك يا مرتضى منصور، الناس اللي انت هتفصلهم في نادي الزمالك ارجع عن قرارك، انت مش قد ربنا. مستقوي دلوقتي باللي حامينك، خلي بالك، خلي بالك، في لحظة، في لحظة، في لحظة هتنزل قبرك وهتتسأل 3 أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ دي نهايتك يا حبيبي. ادي واحد، اتنين، كل الفلوس اللي انت جمعتها ولا هتنزل بجنيه، المليارات اللي انت عمال تكوش دي يمين وشمال وعمال تدوس فيها على عباد الله الغلابه، مفيش جنيه مش هتتحاسب عليه. من اين اكتسبته؟ وفيما ايه انفقته؟ وفيما انفقته؟ لم نفسك وقف مكانك وفوق لروحك، واوعى تنسى ان في ربنا. ما بكلمكش في حاجه اهو، انا بكلمك عشان الغلابه اللي موجودين جوه النادي، وهتطلع تتهمهم باخوان. ما انت كده دي حياتك، اللي عرضك يبقى قابض ويبقى مرتشي ويبقى اخوان ويبقى عميل
ويبقى قطعي ويبقى يعارضك. انما اللي معاك بيطبل لك وبيزمر لك وبيسجد لك والعياذ بالله من دون الله، مش سجود بالمفهوم العباده، لا سجود اللي هو الخنوع. الخنوع، اوعى تفتكر ان كل الناس زي اللي حواليك نايمين على وشهم، لا، اصحى صحصح فوق، اصحى صحصح ايه فوق. انا قلت هاي.